الفايبر الثانيه اللي في الجزء العمودي على الفايبر السيركل ايه اللي في الجزء العلوي. تمام. فلما انت تيجي تاخد مقطع بقى تقطع العين وتاخد تلسه تيجي تبص وتنزل تبص تلاقي الفايبر اللي كلها مع القطعه. فانت لما تيجي تقطع كده تلاقي المقطع بتاعك طبعا اللي في الجزء الفايبر من اوله ده بقى باين طالع من السيليفر سبير وراجع لورا ومحطوط راجع لفين. انما السيركلر الفايبر اللي معاك كده لما تيجي تقطع يبقى القطع ايه؟ زي الايه؟ زي الحته دي من القلم يقول يبقى ده المنظر اللي احنا رسمناه. يبقى ده منظر سيركلر فايبر والسيركلر. طب الاوبتيك الاحمديه واحده دايلكتيكال ويندوين فاكتيفيتي يعني اذا كنا بنقول سيركلر فايبر عامله كده والسيركلر العموديه عليها كده الاوبتيك بقى ماشيه الزاويه بتتكمل والاوبتيك دي معناها ثلاثين طبعا قلنا كده على المنبر ان الاوبتيك فايبر دي هي اللي بتعمل كونكشن ما بين الاثنين الثانيين. كونكشن سيركلر اند الاوبتيك يعني هي بتربطهم ببعض عشان تبقى العضله ايه متماسكه جوه الاوبتيك. يبقى الاوبتيك فايبر مش هنتكلم عنها كل دور الاوبتيك فايبر انها تعمل ايه؟ انها تعمل كونكشن بين السيركلر فايبر وبين الاوبتيك. انا دلوقتي هاجي اشوف من الرسمه ومن الكلام اللي احنا اتكلمناه مع بعض ده اللونجيتودنال فايبر في توقيت الزمن هتكلم عنه. اللونجيتودنال فايبر طبعا اللونجيتودنال راجعه كده ورا ماسكه كده Gracias.
يعمل ايه؟ يعمل ادابتيشن في الضيوف، يزود الكونفكتيف بتاع البنت، يزود الريفراكتيف باور بتاع البنت. الكلام ده يا جماعه انا بحتاجه في النورمال فيزيولوجي العادي خالص، مفيش بقى امراض ولا حاجه. اي انسان طبيعي بيحتاج الكلام ده لما نيجي نبص لحاجه قريبه. الميكانيزم المشهور اللي اسمه اكوموديشن. اذا كنت بقول لك ان انا عدسه العين عندي قوتها 18 ديوبتر، انا محتاجها تبقى 18 ولا باصص للبعيد. انما لما اجي اقرا او ابص لحاجه قريبه محتاج ازودها تبقى 20 22 25. الزياده دي تيجي منين؟ تيجي من الميكانيزم ده. الزياده اللي احنا بنتكلم عليها دي يا جماعه تيجي من الميكانيزم اللي احنا بنتكلم عليه، زي كده زي الكاميرا انت بتصور بيها للبعيد، الصور تبقى واضحه. لازم عشان تصور القريب لازم يبقى في عدسه زوم في الكاميرا تعمل فوكس على الحاجه الايه؟ القريبه. يبقى الميكانيزم ده هو هو كده اسمه اكوموديشن لما يحصل في النورمال فيسيولوجي. ولو حصل في مرض من الامراض زي ما هيجي بعد كده من غير بقى ما نكون باصين لحاجه قريبه ولا حاجه هنسميه انديوزد بايوبيا. نفس الميكانيزم ده هسميه انديوزد مايوبيا. مش احنا في الكلام الاولى قلنا ان الكيرف بتاع الكورنيا لما زاد عمل مايوبيا، وقلت لكم نفهم المايوبيا لغايه دلوقتي لحد ما نعرف تفاصيلها بعد كده على ان هي زياده في الريفراكتيف باور بتاع العين. لو عندي مرض عمل كونتراكشن جامد في السيركولار فايبر بتاع السيليا دي مصر فزود الريفراكتيف باور بتاع العين في النهايه، يبقى كانه عمل زي التراب الجونس بالظبط، يبقى عمل برضه الايه؟ المايوبيا اللي موجوده. يبقى ده هو الاكشن بتاع السيركولار فايبر. نفس الكلام اللي قلته ده هقوله لما ابقى بتكلم في الاكوموديشن، وهقوله لما تيجي سيره الكلام ده في ديزيز معين جاي بعد كده المره اللي جايه هقول لك بيعمل انديوست مايوبيا. ابقى انا فهمت يعني ايه انديوست مايوبيا. كونتراكشن للسيركولار فايبر سيليري بودي عامل زي الحلقه. سيليري بودي اهو، تخيل يا جماعه المنظر ده عامل زي الحلقه. الفايبر ده سيركولار ده في الحلقه دي لما تعمل ريلاكسيشن الحلقه توسع. تمام؟ لما الحلقه توسع الزنيول يحصل لها ايه؟ الزنيول تتشد جامد فالعدسه تتبطل والريفراكتيف باور تقل. انما الحلقه اهي السيركولار فايبر لما تعمل كونتراكشن الحلقه تزيد. لما الحلقه تزيد كده في اي شد على الزنيول دلوقتي؟ مفيش اي شد. الالاستيسيتي بتاع عدسه العين يخليها تتكور، يخليها تبقى زي الكوره، فالريفراكتيف باور بتاعتها ايه؟ وهكذا. ازاي الست لما طلعت كده مش نقطة. كل حاجة في العين زي ما تخيلناها مع بعض انها ايه؟ دايرة. هو الكليرال سبيس فين؟ هنا. كل ده الكليرال سبيس. يعني هنا كل ده بيطلع الاوريجن من الكليرال سبيس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، والفايبر بقى كلها تمشي سيركولار. يعني كل حاجة في العين، انتوا معايا يا جماعة؟ كل حاجة في العين دايرة. يعني أنت شايف السيليري بودي حتة كده في العين. السيليري بودي ده في الحقيقة دايرة. شوف أنا دلوقتي لو جيت أعمل مقطع وأفتح العين كده. أهو. شايفين؟ إيه الجزء ده؟ الدخين اللي متلون باللون الأحمر ده. السيليري بودي أهو. السيليري بودي في الحتة دي بس. لا السيليري بودي أهو. لا دايره بس انت في المقطع هيظهر عندك حته هنا وحته هنا. طيب الزنيول في الحقيقه 360 درجه، بس انت لما اجي تقطع السكينه بتاعتك هتقابل الزنيول في حتتين هنا وهنا. كل حاجه في العين كده. كل حاجه في العين دايره، مش العين كوره. يبقى طبيعي ان اي حاجه في العين تبقى دايره 360 درجه. معايا يا جماعه؟ يبقى الجزئين الاساسيين الثاني بتوع السيليري ماسل، الجزء الثالث ده ما بقولش عليه حاجه، بقول انه بيكونكت الجزئين الثانيين مع بعض. السيليري ماسل لونجيتيودنال فايبر بتشد على السيليري سبير تفتح الانجل بتاع الانتيرور شيمبر فتقلل ضغط العين. سيركولار فايبر بتعمل ايه؟ بتعمل ريلاكسيشن في الزنيول، لما تعمل كونتراكشن تعمل ريلاكسيشن في الزنيول فتزود الكومبلكسيتي بتاع اللين فتزود الريفراكتيف باور. الكلمتين دول لما ابقى بتكلم على واحد نورمال عادي خالص بيبص لحاجه قريبه اسمي ده اكوموديشن، ولما ابقى بتكلم على مرض عمل كونتراكشن بدون داعي يعني من غير واحد بيبقى باصص على حاجه قريبه ولا حاجه كونتراكشن بدون داعي للسيريال يمرض اسمي المشكله دي انديوست مايوبيا. ماشي كده؟ ابقى انا دلوقتي فهمت
اناتومي بتاع الايه بتاع سيريالي باتن، الكلام اللي ايه اللي هنحتاجه في ايه في حاجات كتيره بعد كده. النيرف سبلاي بتاع السيريالي باتن دي بارت الماتيتك زيها زي ايه؟ سوبيريور وانفيريور تمشي هي مع الانفيريور ديفيجن، تمام؟
يجي الانفيريور ديفيجن ده يكمل طريقه عادي بس يدي برانش كده رايح لعضله اسمها انفيريور اوبليك، ده يبقى اسمه نيرف تو انفيريور، عضله كده من العضلات اللي حوالين العين يبقى اسمها نيرف تو انفيريور اوبليك ماسل. تمام؟ يروح برضه الباراسمباتيك سايب الانفيريور ديفيجن اللي كان دخله وماشي مع النيرف تو انفيريور ايه؟ اوبليك. تمام؟ بعد كده الباراسمباتيك ده يطلع من النيرف تو انفيريور اوبليك، النيرف تو انفيريور اوبليك مكمل اهو عادي، هو طلع عشان يعمل ريلي في الجانجليون اللي اسمها سيلياري جانجليون. معايا يا جماعه معلومات الاناتومي دايما بتبقى معلومات طب كده وغلسه شويه، نركز بس عشان ما تخش مننا ايه وقت بالمذاكره عشان الكلام ده مهم. تمام؟ الباراسمباتيك ايه؟ النرفيشن ده. بنروح على يبقى انا دلوقتي طلعت من ايزنجر واستيفان نيوكليس على الاوكيلو موتور نيرف على الانفيريور ديفيجن على النيرف تو انفيريور اوبليك على السيلياري جانجليون. لما الفايبرز تعمل ريلي في السيلياري جانجليون الفايبرز الجديده اللي هتطلع اسمها طبعا بوست جانجليونيك باراسمباتيك فايبرز. الفايبرز دي هيبقى اسمها بوست جانجليونيك باراسمباتيك فايبرز اللي هي اسمها ايه في العين؟ اسمها شورت سيلياري نيرف، وهي دي الشورت سيلياري نيرف اللي هتدخل جوه العين وتعمل سبلاي للعضلتين اللي قلناهم اللي هي الكونستريكتور بيوبيلي، العضلتين اللي واقفين من الباراسمباتيك الكونستريكتور بيوبيلي والسيلياري ماسل. يبقى خلاص كده اي وقت بقى خلاص يعني خلص الكلام على الباراسمباتيك سيستم في العين خالص. الباراسمباتيك سيستم في العين تاني طالع مع الكرينيال نيرف 3 و7، اللي طالع مع 7 هو اللي بيشغل اللاكريمانجلان، اللي طالع مع 3 طالع من الايزنجر واستيفان نيوكليس اللي هي الباراسمباتيك برضه اوكيلو موتور نيوكليس، يمشي مع الاوكيلو موتور نيرف، بعد كده مع الانفيريور ديفيشن، بعد كده مع النيرف تو انفيريور اوبليك، بعد كده يعمل ريلي في السيلياري جانجليون، يطلع من السيلياري جانجليون البوست جانجليونيك باراسمباتيك فايبر اللي اسمها شورت سيلياري نيرف دي اللي هتدخل جوه العين وتروح على العضلتين اللي واخدين بره الباراسمباتيك سبلاي اللي هم كونستريكتور بيوبيلي والدنيا اللي مصر. ده كده يبقى الايه؟ الباراسمباتيك سيستم. معايا كده؟ حاجة ثانية برضو من الحاجات البيزك اللي احنا مطلوب مننا اننا نعرفها حتة الارتيريا سبلاي وكتابلو. برضو ده من الكلام البيزك عايزين نعرفه. ماشي يا جماعة؟ الحتة دي يا جماعة مهمة، دي مهمة حتى تيجي أسئلة كانت مرة ريتن. تمام؟ احنا ما اهتمناش في الأرتيريا السبلاي مثلا، ما اتكلمناش على الأرتيريا السبلاي بتاع الأجنبي، يعني مش مشكلة الأرتيريا السبلاي بتاع الليف بتاع اللاكريمال سيستم بتاع الكونفرسايفا، لكن الأرتيريا السبلاي بتاع الجلوب ده مهم. تمام؟ نحاول بس نبسطه كده مع بعض عشان ايه؟ ما نتلخبطش في الكلام اللي فيه. الأرتيريا السبلاي بتاع الجلوب يا جماعة مجموعتين اثنين. عندنا حاجة اسمها ريتنا أصل أرض إطلاقا للريتنا وأرض إطلاقا لليوبيا تراك والسيلياري بودي اسمها سيلياري أرض. تمام؟ الجلوب أصلا اللي أنا بتكلم عنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن الثلاثة كورس اللي أنت اتكلمت فيهم الأوتر كورس والميدل والإنر. الإنر اللي هو الريتنا رايح لها الريتنا الأرض زي الميدل اللي هو اليوبيال تراكت رايح له السيلياري ارترز دي زي ما هنشوف. بقى الاوتر كورت، الاوتر كورت مالوش ارترز لان الكورنيا معظمها اباسكرا زي ما احنا عارفين، والسكليرا بتاخد كابيلا الرفيعه من الكورويد اللي تحتها فما في ايه؟ مالهاش ارترز يعني باسم معين بتاخد منه، فده كل الارتيريا سبلاي اللي بيروح للعين. الريتنال ارترز اللي بتروح هنا والسيلياري ارترز مبدئيا كلهم ترانسز من الاوبثالميك ارتر. كل الارتيريا سبلاي بتاع العين كل الارتر اللي
اللي هتتقال هنا وهنا دلوقتي كلهم بالكامل ترانسلت من الاوبتاشن ارتري. طيب الريتنال ارتريز دي هو ارتري واحد اسمه سنترال ريتنال ارتري. ده ارتري واحد اللي بيعمل سبلاي للريتنال. عايز اقول عليه ايه؟ عايز اعرف عنه حاجتين اثنين. اول حاجه خالص ان هو اند ارتري. اند ارتري يعني ما بيعملش الاستموز مع اي ارتري تاني، يعني لو اتقفل الحته اللي بيعمل لها سبلاي بتموز ويحصل لها نكروز. تمام؟ لكن هنشوف دلوقتي ان السيريالي ارتريز دول كلهم عاملين الاستموز مع بعض. ماشي كده؟ يبقى ده اول معلومه ان هو اند ارتري. طب المعلومه الثانيه بيعمل سبلاي لايه؟ بيعمل سبلاي للانر لايرز اوف ذا ريتنا. مش لكل الريتنا، لا، هو بيعمل سبلاي بس للطبقات الانر، انر واوتر. طبعا لما اقول لك الانر لاير بتاع الريتنا يبقى اللاير اللي يمنت الفيتريس ولا اللاير اللي يمنت الكرويد؟ الفيتريس طبعا. الانر لاير بتاع الريتنا تبقى اليم الانر اللي جوه، يمنت جوه العين، يمنت الفيتريس يعني. لما اقول لك الاوتر يبقى يمنت الكرويد بره. الجلوب مترتبه كبيره بره بعدين كرويد بعدين ريتنا. ماشي يا جماعه؟ يبقى بس سبلاي للانر لايرز اوف ذا ريتنا. بص كده بقى اكسبت الفوبيا. الفوبيا اللي هي النقطه المركزيه اللي في الريتنا اللي دايما اتكلمنا عنها انها اهم نقطه ودي اللي بشوف فيها اوضع صوره، دي ما بتاخدش من سنتر ريتنا ارتري خالص. يبقى سنتر ريتنا ارتري ده عرفت عنه انه اند ارتري وانه بيعمل سبلاي للانر لايرز اوف ذا ريتنا ما عدا الفوبيا. الكلام كده يا جماعه متنظم؟ طيب نيجي بقى على الناحيه الثانيه سيريالي ارتريز. الارتريز اللي رايحه لليوبيال تراك. الاقي سيريالي ارتريز اللي رايحه لليوبيال تراك دي مجموعتين، عندي انتيريور سيريالي ارتريز وبوستيريور سيريالي ارتريز. ازاي؟ بصوا يا جماعه، انا دلوقتي عندي الجلوبال. الوول الخارجي اللي انا رسمه ده الاوتر فايبر فوت كورنيا والكليير. عشان يجي ارتري من بره، من بره يدخل على اليوبيال تراكت لازم هيخرج من السكليرا، هيعمل ديرس للسكليرا. في ارتري هتعمل ديرس للسكليرا من قدام اسميها انتيريور سيريالي، وارتريز هتعمل ديرس للسكليرا من هنا من ورا كده فهسميها بوستيريور سيريالي. يبقى كل السيريالي ارتريز دي مبدئيا، ها احنا ماشيين واحده واحده اهو بنرتب الكلام مع بعض عشان في ذاكرتها بس ما تبقاش صعبه. كل السيريالي ارتريز دي مبدئيا عشان تدخل لازم هتعمل ديرس للسكليرا. لما تعمل ديرس للسكليرا في اللي هيعمل ديرس من قدام اسمه انتيريور سيريالي، وفي اللي هيعمل ديرس من ورا اللي اسمه بوستيريور سيريالي. تمام؟ طيب نشوف بقى اول حاجه الانتيريور سيريالي ارتري. انا عندي يا جماعه دي الجلوبة اهي، الجلوب دي يا جماعه حواليها اربع عضلات اساسيين في الاربع جهات الرئيسيه، عضله اسمها سوبيريور ريكتس وانتيريور ريكتس وميديا ريكتس ولاترال ريكتس. كل عضله من دول لها ارتري اسمها ماسكولار برانشز، ماسكولار ارتري ملهاش اسم معين رايح لها. كل عضلة من دول الماسكولار برانشز اللي فيها بتطلع لي اثنين انتيريور سيريال. يبقى انا عندي كده كام انتيريور سيريالي؟ عندي كده ثمانية، ما عدا العضلة اللي اسمها لاترال ريكتر بتطلع واحد بس. يبقى انا عندي كام انتيريور سيريالي؟ سبعة. طب الماسكولار بقى دول جايين منين؟ من الاوبثالميك ارتري. ما انا قلت من البداية خالص كل الارتري اللي بتكلم عليها برانشز من الاوبثالميك ارتري. يبقى الانتيريور سيريالي سبعة جايين، اثنين فروم ايتش ريكتس ماسل، ست اللاترال ريكتس هي اللي بتطلع واحد. يبقى ده أول معلومة عرفتها عن السيريالي ارتريز، إن الانتيريور سيريالي ارتريز إنها طالعة منين؟ إنها طالعة من الماسكولار برانشز اوف ريكتاي ماسل، طالعه من الماسكولار برانشز اوف ريكتاي ماسل. طيب لما تطلع بقى كده من الماسكولار برانشز هتمشي لحد ما تبقى على مسافه 2 3 متر للنفط ترس السكريرا. قلناها قبل كده دي في حاجه؟ قلناها واحنا بنتكلم في ايه دي؟
بالضبط بالفاسكولاريزيشن بتاع الكورنيا. لما كنت بقول لك الفاسكولاريزيشن سوبرفيشال وديب وكنت بوصف السوبرفيشال بقول لك ادي الانتيريور سيريالي اهي، تيجي على مسافه 2 3 مللي للليمفوس وتعمل بيرن للسكليرا تمام. لو كبر منها برانش بقى بعد كده ودخل الكورنيا يبقى دي، وقبل ما تعمل بيرن للسكليرا كان بتطلع بلاك قلنا وسائل انتيريور كونفنتايبل ارتري، هو بقى الانتيريور كونفنتايبل ارتري ده اللي ممكن يعمل سوبرفيشال فاسكولاريزيشن تمام. ده الكلام ده قلناه. الانتيريور سيريالي ارتري ده لما يجي على مسافه 2 3 مللي من الليمبك ويعمل درس للسكليرا يبقى راح كده على فين؟ ايه اللي تحت السكليرا في الجزء ده؟ تحتها السيريالي بودي، يبقى السبعه ارتري دول هقول ان هم ان سيريالي بودي ماشي كده؟ السبعه انتيريور سيريالي ارتري اللي عارف انا دلوقتي انهم طالعين من الماسكولار برانشز اوف ريكتاي، اثنين من كل رسته تبقى عدد ده رسته تطلعه واحد يبقى عددهم سبعه، بيجوا على مسافه 2 3 مللي من الليمبس بيرت تذكريه، يبقى على مسافه 2 ل 3 مللي الليمبس بيرت للسكليرا علشان في النهايه ينتهوا في السيريالي بوست. بس يا جماعه يبقى ده ايه؟ هينتهوا في السيريالي بودي. دول اللي هيعملوا بيرسنج للسكليرا من قدام هسميهم انتيريور. اتفقنا برضو مع بعض ان البوستيريور اللي هناك هيعملوا بيرس للسكليرا من الجزء الخلفي بالطريقه دي. بعض الارترس اللي هتعمل بيرس للسكليرا من الجزء الخلفي بعضها بالمنظر زي ما انا رسمه كده. تدخل في السكليرا، اول انا بخرج من السكليرا من هنا بقى دخلت على ايه؟ تحت السكليرا ايه على طول هنا؟ الكرويو تمام؟ يبقى الارتر تعمل بيرت وتنتهي في الكرويو، وبعض الارتر تعمل بيرت للسكليرا بس ما تنتهيش في الكرويو، تمشي في مسار طويل شويه لحد ما تنتهي في السيريالي بودي. عشان كده البوستيريور سيريالي ارتر يقسموها بلونج بوستيريور سيريالي وشورت بوستيريور سيريالي. معايا يا جماعه؟ البوستيريور سيريالي ارتر تنقسم للونج بوستيريور سيريالي وشورت بوستيريور سيريالي. لونج او شورت على اساس طول الارتر. الشورت بوستيريور سيريالي كلهم سواء اللونج سواء الشورت هكتب عليهم ايه؟ كلهم عملوا بيرث للسكليرا من الجزء الخلفي. بص يا جماعه كده، ده العين اهي الانتيريور فيو، ده العين البوستيريور اللي طالع من العين من الجزء الخلفي ده الايه؟ الاوبتيك نير. كل البوستيريور سيليري ارترز بتخرج من السكليرا من حوالين الاوبتيك نير، فهقول دول بيرث السكليرا اراوند الاوبتيك نير، ودول التانيين زيهم برضو بيرث السكليرا اراوند الاوبتيك نيرف برضه. امال الفرق ايه؟ الفرق ان الشورت بوستيريور سيريالي لانهم قصيرين عملوا بيرس للسكليرا وانتهوا في الكورويد. يبقى الشورت بوستيريور سيريالي دول ان كورويد. لكن اللونج بوستيريور سيريالي لا ما انتهوش في الكورويد، مشوا سكه طويله عشان ينتهوا لي هنا فين؟ في السيريالي بودي. يبقى دول ان سيريالي بودي. طيب عددهم كام؟ اللونج بوستيريور سيريالي عددهم 2 والشورت بوستيريور سيريالي عددهم 10. معايا يا جماعه بالراحه خالص اهو. يبقى انا عندي الانتيريور سيريالي ارتر السبعه انتهوا في السيريالي بودي. البوستيريور سيريالي ارتر 2 لونج انتهوا في السيريالي بودي، وعشرة شورت انتهوا في الكورويد. تمام كده؟ مبدئيا بقى خلاص الكلام على الشورت بوستيريور سيريالي انتهى. مش الشورت بوستيريور سيريالي انتهت في الكورويد؟ خلاص يبقى هقول ان الشورت بوستيريور سيريالي دي بتعمل سبلاي للبوستيريور بارت اوف ذا كورويد. الشورت بوستيريور سيريالي اللي دخلت وانتهت في الكورويد عمل السبلاي لان
اجزاء قصيره يا دوبك للجزء البوستيريور بس بتاع الايه؟ بتاع الكورويد. باقي ايه كده في اليوبيان تراكت؟ باقي كل اليوبيان تراكت بقى، باقي الايرس كله، التيبيال بودي كله، والانتيريور بارت بتاع الكورويد. دول هياخدوا سبلاي منين؟ انا عندي دلوقتي يا جماعه رقل التيبيال بودي كده 9 ارتر. قلنا ان نهايتهم في التيبيال بودي بس ما وصفناش هيحصل لهم ايه. 7 انتيريور تيبيالي و2 لونج بوستيريور تيبيالي. التسعة ارتر دول كلهم في قلب التيبيالي بودي يعملوا انستموزس ويعملوا سبلاي للاجزاء اللي فاضله اللي هي الايرس والتيبيالي بودي والانتيريور بارت اوف كورويد. معايا يا جماعه كده؟ اذا اي جزء من العين لو انا قلت لك السبلاي بتاعه ايه دلوقتي الكلام واضح في سؤال ام سي كيو او في غيره. الكورويد البوستيريور بارت واخد من الشورت بوستيريور سيريالي، الانتيريور بارت واخد من التسعه ارتر دول اللي لسه فاضل كلمه كده هنقولها عليه، واخد من التسعه ايه؟ ارتر دول. التسعه ارتر دول 7 انتيريور سيريالي واثنين لونج بوستيريور سيريالي نهايتهم كلهم انتهوا في السيريالي بودي. تمام؟ الانتيريور سيريالي على طول هم فوق السيريالي بودي، والبوستيريور سافروا مسافه طويله عشان ينتهوا في السيريالي بودي برضه. طيب لما ينتهوا في السيريالي بودي، بصوا يا جماعه كده بقى اخر جزء في الايه؟ في الكلام. ادي الايرس اهو. الايرس والبيوبيتي. تمام كده؟ البوردر الخارجي بتاع الايرس ده اسمه سيريالي بوردر، يبقى مكان السيريالي بودي فين؟ مكان السيريالي بودي هنا. اللي هو الجزء ده. صح كده ولا احنا غلطانين؟ السيريالي بودي اهو اللي متعلقه منه الايرس. ده مكان السيريالي بودي، الشريط اللي بره الايرس ده. كويس خالص. انا بقول لك دلوقتي السيريالي بودي ده راح له 9 ارتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. التسعة ارتر دول لما يروحوا في السيريالي بودي كلهم يعملوا انستموزس مع بعض. مش زي ايه؟ مش زي السنتر رضا القصري خالص، كلهم يعملوا انستموزس مع بعض، عملوا لي حلقه. حلقه من الارتر. الحلقه اللي من الارتر دي اسمها سيركولر. يعني حلقه ارتريوزا. هي اسامي لاتيني ايريدس ميزور. ها يبقى انا عندي دلوقتي انا وصلنا من الكلام المبدئي اللي في الاول خالص اللي قلناه ان انا عندي 9 ارتر وصلوا السيريالي بودي. التسعة ارتر اللي وصلوا السيريالي بودي دول 7 انتيريور سيريالي واثنين لونج بوستيريور سيريالي كلهم عملوا انستموزس مع بعض، عملوا حلقه في قلب السيريالي بودي اسمها سيركولار ارتريوزر ايريدس ميزور. الحلقه دي حلقه ارتر موجوده جوه السيريالي بودي هنا هتعمل سبلاي زي ما انا كاتب كده للسيريالي بودي نفسه وللحته اللي وراه اللي هي الانتيريور بارت اوف كرويد وللحته اللي قدامه اللي هي الايرس. يبقى دول اللي هم الايه؟ سيركل اوف ارتريوز اوف ايريدس ميجر. طيب كويس خالص كده. الحلقه الارترز دي بتدي برانشز عشان تعمل سبلاي للايرس. طبعا بتدي برانشز وبتسبلاي السيريالي بودي وبتدي برانشز وبتسبلاي الكورويد وبتدي برانشز وبتسبلاي الايرس، دي ما فيهاش عدد معين يعني، المهم برانشز داخله على الايرس. البرانشز اللي طلعت من الحلقه الكبيره اللي دخلت على الايرس تيجي حوالين البيوبل وتعمل البرانشز دي حلقه انستموز الثانيه حوالين البيوبل، يبقى اسمها سيركل ارتريوزا ايريدس ماينور. معايا يا جماعه كده؟ كده كده الاصيله الصفايه خلص، يعني لو حد بايه؟ اتصدر او حاجه يعني. جميل. احنا يا جماعه رتبنا الكلام مع بعض الاول، قلنا ايه؟ قلنا ان التسعه ارتر دول 7 واثنين راح رفع على السيريالي بودي، اما رفع على السيريالي بودي عملوا حلقه ارتر. انا استموزس الحلقه دي اسمها سيركولاس ميزور. السيركولاس ميزور دي ادت برانشز منها دخلت على الايرس
وعملت حلقه انستموز الثانيه حوالين البيوبل، البيوبل اهي، ودي حلقه ثانيه حواليه بقى اسمها سيركولاس مايوبس. يبقى انا عندي، يبقى انا عندي دلوقتي سيركولاس ارتريولاس ايريدس ميجور. السؤال ده جه رتم كده مره، سيركولاس ارتريولاس ايريدس ميجور مكونه من ايه؟ يعني لو جاي مثلا حاجه زي كده واطلب منك اكتب ايه؟ اقول انها مكونه من تسع ارتر، سبعه انتيريور سيريالي واتكلم عنهم، اثنين لونج بوستيريور سيريالي، وهي الحلقه نفسها عباره عن انستموزس ما بين التسع ارتر دول جوه السيريالي بودي، وان الحلقه دي بتعمل سبلاي للايرنس والسيريالي بودي والانتيريور بارت اوف كورويد، بعلق بس تعليق صغير على السبلاي بتاعها بتاع الايرنس. هي بتدي برانشز بتدخل جوه الايرنس عشان تعمل له سبلاي. كل الارترز اللي في الايرس بتيجي حوالين البيوبل وتعمل حلقه انستموز الثانيه اسمها سيركولاس ارتريوزس ايريدس ماينور. معايا كده؟ كده يبقى كل جزء من اجزاء العين انا عارف السبلاي بتاعه ازاي. الايرس واخد جنين سيريالي بودي، الكورويد انتيريور بارت وبوستيريور بارت، الريتنا واخده منين؟ كل اجزاء العين كده احنا عرفنا ايه؟ عرفنا الارتيريال سبلاي بتاعها. احنا بنهتم بالارتيريال سبلاي بتاع الجلوب، تمام؟ ما بنهتمش وبنعدي الارتيريال سبلاي بتاع الادنكتا، يعني ما حدش هيسالك الارتيريال سبلاي بتاع الليد او بتاع اللاكريمال سيكشن او بتاع الكورتال فايبر، يعني مش مهم قوي الجزء ده. انما المهم هو الجزء بتاع الايه؟ بتاع الجلوب اللي احنا يا جماعه اتكلمنا عليه ده. معايا كده؟ بعد احنا ما قلنا كل الارتيريال سبلاي بتاع الجلوب ده، في دلوقتي اجزاء في الجلوب افضل انا ما جبتش سيرتها في الارتيريال سبلاي خالص، فلو جيت اعمل التجميعه دي افضل تراكتر ان ذا اي. الافضل تراكترز اللي في العين، اول حاجه طبعا الكورنيا افاسكولار اكسب بريفرال واحد مللي. تاني حاجه الريتنا فاسكولار ولا افاسكولار؟ فاسكولار. بس انا قلت لك ان السنترال ريتنال ارتري بيسبلاي الانر لايرز اوف ذا ريتنا. جبت سيره ان الاوتر لايرز اوف ذا ريتنا رايح لها اي ارتري؟ لا طبعا، يبقى هي افاسكولار. يبقى الجزء الثاني الافاسكولار الاوتر layer of the retina. طيب حتى الانر layers of the retina اللي راح لها السنترال ريتنال ارتري جه عند الفوبيا ووقف خالص. يبقى الفوبيا دي ما جبناش سيرتها في اي ارتيريال سبلاي خالص. يبقى رقم ثلاثه الفوبيا. وطبعا ما جبناش سيرة الكريستالاين ليمس عدسة العين، ولا جبنا سيرة الفيتريم. دول اجزاء ايه؟ افاسكولار. يبقى الافاسكولار ستراكشر اللي موجوده في العين امال الفطره بتعتبره ايه؟ يعني هو في حاجه عن سبلاي في امراض هتحصل وهتشوفها هيحصل فيها فاسكولاريزيشن في الفطره. هتلاقي بلاد فيسلز كتير دخلت جوه الفطره. ماشي؟ ده الافاسكولار ايه؟ ستراكشر اللي في العين. هم خمسه، اثنين منهم يا جماعه، اثنين منهم حته فاسكولار وحته افاسكولار. الكورنيا افاسكولار ما عدا البريفرال واحد مللي، والريتنا الانر لايرز افاسكولار لكن الاوتر افاسكولار. الثلاثه التانيين اللي هم الثلاثه دول توتالي افاسكولار. يعني في النورمال ما فيش اي بلاد فيزل ايا كان السبب يجي جنبهم، جنب اللينس او جنب الفيتريال او جنب الفوبيا، دول توتالي افاسكولار. لكن الجزئين التانيين ايه؟ بارشالي افاسكولار. حته كده وجزء تاني. اتفضل. ازاي الفطره تبقى افاسكولار؟ ايه المشكله الاول؟ خليك مش مقتنع. ايوه. الناس اللي عندها ضيابيطس وبيجيلهم انفصال شبكي بيحصل لهم الانفصال ده نتيجه ان الفطره بيدخل في بلاد فيسل وتعمل كونتراكشن. قصه كده هنعرفها مع الانفصال بعد كده. معرفه الفتره بس يا جماعه الفطره ده مش ميه، الفطره ده تراكتر جوه العين. ماشي يا جماعه كده؟ يبقى دي الاجزاء اللي هي الايه؟ الافاسكولار اللي في الارض.
زي الايرس كريبت اللي حضرتك قلتها امبارح كده، زي ايه ايرس كريبت اللي ما فيهاش كده، زي اللي بيفكر عندنا يا جماعة الانفلاميشن بتاع الايرس سيليال بودي اللي هو الموضوع ايه الاساسي اللي هنبدا بقى نطبق فيه حاجات كتيرة قوي من الكلام اللي قلناها في الاناتومي وفي الكلام ده. الايرس سيليال بودي هما الانتيريور بارت اوف يوبيال تراك، فالانفلاميشن ده يسمى انتيريور يوبيال او يسمى الاسم المشهور اللي اسمه ايريزو ايريزو. يبقى الكلام ده كله معناه واحد، ايريزو سايكلايتس او انتيريو يوجايتس اللي هو معناه انفلاميشن في الايرس اوستيليالي بودي. دايما الايرس اوستيليالي بودي دايما الايرس اوستيليالي بودي بيحصل لهم الانفلاميشن مع بعض، يعني ما لاقيش عيان عنده ايريتس بس ولا عنده سايكلايتس بس، دايما بلاقي ايريزو سايكلايتس لان هما الاثنين في الاناتومي كونتينيوس مع بعض والايرس شابكه في السيليالي بودي. فلو بدا الانفلاميشن في اي واحد من الاثنين بسرعه جدا بيتنقل للثاني، وبلاقي ان العيان عنده المشكله اللي اسمها انفلاميشن في الاير والسيديالي بودي. لما نيجي بقى نشوف ايه الاسباب الايديولوجي اللي ممكن يعمل لواحد ايريزو سايكلايتن، الاقي ان انا عندي الايريزو سايكلايتن برايمري والايريزو سايكلايتس سكندري. وقلنا مع بعض كتير ان اي مرض هقوله برايمري او سكندري. سكندري يعني معناه ان في مشكله ثانيه في العين هي اللي سببته، غير البرايمري ان العين كلها سليمه ما عدا المرض ده. فيتقال برايمري وسكندري في الكورنيا الاوسط، في الايريزو سايكلايتس، في الجلوكوما، في اي حاجه جايه بعد كده. يبقى السكندري ايريزو سايكلايتس دي هي اللي بتحصل سكندري تو لوكال اي ديزيز. بتحصل سكندري يا جماعه لمشكله في العين. نعرف احنا لغايه دلوقتي هنلاقي عندنا لسه كده من الامراض مكتوبه عندنا اللي بتعمل سكندري ايريزو سايكلايتس، تمام؟ كلها حاجات جايه مع الوقت. اللي احنا نعرفه منها لغايه دلوقتي الكورنيا الالتر. احنا عارفين من الباثولوجي بتاعها وقلنا كتير انها بتعمل سكندري ايه؟ ايريزو سايكلايتس. تمام؟ طب البرايمري ايريزو سايكلايتس بقى لا، دي عين كلها سليمه بالكامل، لكن على الرغم من كده خطر فيها ايريزو سايكلايتس مع ان كل اجزاء العين ايه؟ سليمه. طب الايريزو سايكلايتس دي حصلت هنا برايمري نتيجه ايه؟ اول سبب انفكشن. اول سبب في البرايمري ايريزو سايكلايتس انفكشن. اسباب الانفكشن ايه؟ هنقرا عندنا ان المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تعمل انفكشن هتلاقيه كاتب لك كل انواع المايكرو اورجانيزم. يقول لك ممكن الانفكشن اللي يحصل ويسبب الكلام ده ممكن يكون بكتيريا زي كذا وكذا وكذا وكاتب كل الانواع، او ممكن يكون فيروس زي الهيربس سيمبليك. فاحنا خدنا قبل كده ان الهيربس بيعمل ايريزو سايكلايتس في الكومبليكيشن بتاعته عادي، او انه فانجس او انه بروتوزوا. المثال بس بتاع البروتوزوا اللي ما ننساهوش هنا توكسوبلازموز. البروتوزوا اللي اسمها توكسوبلازما. المثال بتاع البروتوزوا اللي في الكورنيا كان ايه؟ الاكانتاميبا. كان الاكانتاميبا. دول الحتتين بس اللي بجيب فيهم سيره البروتوزوا ده عشان الاسم كتير يا جماعه. البروتوزوا اللي بتعمل انفكشن للكورنيا كانت الاكانتاميبا. لكن البروتوزوا اللي بتعمل ايريزو سايكلايتس هي التوكسوبلازموز اللي بتيجوا واخدين عنه فكره قبل كده. المرض اللي بيتنقل من القطط ده. سهل لاي اورجانيزم يجي عليها، لكن الايرس اوستيليالي بودي جزء داخل العين، فازاي الاورجانيزم يقدر يخترق الاوتر فايبر كلوز بتاع العين ويدخل؟ الاقي عندي صورتين من الانفكشن، اول صوره اكسوجينال واول صوره اندوجينال. دي يا جماعه صور الايه؟ صور الانفكشن. يعني انا بقول لك كده ازاي المايكرو اورجانيزم
قدر يوصل من الايرس والسيليا لبودي. اول حاجه اكسوجرس. اكسوجرس يعني ايه؟ يعني بره العين. الاورجانيزم جاي من بره من الشارع ودخل على الايرس والسيليا لبودي. معنى كده ان الاوتر كوت اللي هو الكورنيا والسكليرا اتفتح. اتفتح ده نتيجه ايه؟ غالبا مثلا اتفتح نتيجه تروما عملت قطع في الايرس والسيليا لبودي مثلا في الكورنيا او السكليرا او بوست اوبراتيف انفكشن. احنا اساسا فاتحين العين علشان نعمل للعيان عمليه ايا كان سبب العمليه دي. لما ابقى فاتح العين ممكن لو التعقيم مش مظبوط يدخل مايكرو اورجانيزم جوه العين وتعمل ايريز وسايكلايز. يبقى ده اول صوره تدخل بيها الاورجانيزم اللي انا بتكلم عليها من بره لجوه العين. فبقول اكسوجينس. الاكسوجينس بقى معناها ان الاورجانيزم موجود في جسمنا بس في مكان ثاني وبيلف في السيركوليشن فوصل عن طريقها الايريس والسيليا لبودي لانهم هايلي بافتر طبعا زي ما احنا عارفين. فبنقول ان الاندوجينوس ده بيجي عن طريق البلاد ستريم. يبقى دول الصورتين بتوع الايه؟ بتوع الانفكشن اللي هو اول سبب من اسباب البرايمري ايريزو سايكلايز. طيب السبب الثاني اللي ممكن يعمل لواحد برايمري ايريزو سايكلايز هو الالرجي. ممكن الايريزو سايكلايز دي تكون حصلت نتيجه الرجيك رياكشن. يعني انتجن انتي بودي رياكشن. الرجين ايه؟ الرجين ثلاث حاجات. اول حاجه خالص بنقول الرجين تو بكتيريال توكسين. واحد عنده بكتيريال انفكشن في اي مكان من جسمه عامل له سيت فوكس تمام؟ فالبكتيريال توكسين ده عمل انتجن انتي بودي رياكشن وترتب الانتجن انتي بودي كومبلكس ده في الايرس والسيريال بودي عمل فيهم انفلاميشن. وقلنا كلمة البكتيريا التوكسين دي لما بقولها في أي حتة في المنهج بقول نفس المثالين اللي قلتهم زمان وأنا بتكلم في البليكتين. هما الستريبتوفوكال توكسين والتيوبيركلو بروتين بتاع التي بي. زي ما كنا بنقول برضه إن البليكتين بيحصل نتيجة ألرجي لبكتيريا التوكسين كان هو ده. البكتيريا التوكسين كان التيوبيركلو بروتين وكان الإيه؟ الستريبتوفوكال توكسين. ده الصورة الأولانية من الألرجي. الصورة الثانية هي الرجي 2 للبروتين. يعني ايه الرجي للنلت بروتين؟ عدسة العين اللي عندنا يا جماعة عبارة عن الكبسولة الخارجية اللي بره وجواها تركيب اللنس اللي هي معظمها بيبقى بروتين. تمام؟ اللنس اتفقنا من الأجزاء اللي في العين اللي هي توتالي افاسكولار. تمام؟ ما دام هي توتالي افاسكولار يبقى الاميون سيستم ما يعرفهاش. الاميون سيستم مش متعرف على الكريستالاين ليست خالص وده لان الاميون سيستم ببساطه ايه؟ هو الليوكوسايتس اللي موجوده في البلازما. فلو ما فيش اي بلازما دخل جنب الليست بروتينز يبقى ما يعرفهاش. ايه المشكله في كده؟ المشكله في كده طول ما الكبسول بتاع الليست مقفوله خلاص زي عند اي حد فينا ما فيش مشاكل. انما لو لاي سبب الكبسول دي اتفتحت طلعت الليست بروتينز دي على بره يبدا لاول مره الاميون سيستم يشوفها فيبدا يهاجمها كانها جسم لان احنا اتفقنا انه ما يعرفهاش. تمام؟ فتحت الكبسول ليه؟ اشهر حاجه نتيجه تروما او في اثناء ما انا بعمل عمليه الكاتراك. انا وانا بعمل عمليه الكاتراك هشيل الكاتراك ازاي؟ لازم افتح انا الكبسول واشيل الكاتراك. عشان كده اي مريض بيعمل عمليه كاتراك لازم يقعد يوم او يومين كده بعدها عنده ايريزو سايكلايز. تمام؟ نتيجه الالرجي اللي حصلت لللينس بروتينز اللي موجوده دي. بس كده يا جماعه الحاجه الثانيه اللي الاميون سيستم ما يعرفهاش ولو شافها لاول مره يهاجمها هي الرجي تو يوبيال بيجمنت. اليوبيال بيجمنت ده اللي هو الايه؟ اللي هو الميلانين بيجمنت. ازاي الاميون سيستم ما يعرفوش مع ان الايرس والسيليري بودي والكرويت اللي فيهم اليوبيال بيجمنت مليانين بلاد فيسل؟ لان الميلانين بيجمنت مش موجود سايب، موجود جوه خلايا اللي كان اسمها زمان الميلانوسايت والميلانوفور والكلام ده، خليه كبيره والبيجمنت موجود جرانيولز جواها. الاميون سيستم عارف ايه؟ عارف الخليه نفسها من بره لكن عمره ما شاف الكونتنت بتاعتها جوه. هو عارف الانتيجنز اللي على الممبرين من بره، عارف ان الخليه دي بتاعتنا لكن البيجمنت ده ما يعرفوش. طب لما واحد ياخد تروما عملت قطع بعض الخلايا يبقى الاميون سيستم اول مره هيشوف البيجمنت ده فيبدا يطلع انتي بودي تهاجم الايه؟ اليوبيال بيجمنت. يبقى ده يا جماعه الثلاث امثله بتوع الالرجي
بالصورة المبسطة اللي عايزين نعرفها ايه لغاية دلوقتي. يبقى ألرجي للبكتيريا الأوكسن أو ألرجي للنت بروتين، أو الصورة الثالثة ألرجي لليوبيال بيجمنت. وده علشان اللينس بروتين واليوبيال بيجمنت الاثنين الاميون سيستم ما كفوش، لان اللينس بروتين محوطه الكبسول بتاع اللينس، واليوبيال بيجمنت محوطه الخلايا اللي فيها الايه؟ اللي فيها اليوبيال بيجمنت. السبب الثالث اللي يعمل برايمري ايزوسايكلايتس انها تيجي سكندري تو جنرال ديزيز. احنا عرفنا يا جماعه السكندري عشان ما يبقاش في لخبطه بانها سكندري للوكال اي ديزيز. هنا لا، هنا لو واحد عنده مشكله مرض عام في جسمه بس عينيه سليمه، المرض العام اللي في الجسم ده على الايريدوسايكلايتس بنسميها برايمري. اشهر الامراض اللي تعمل كده الكولاجين ديزيز، اللي هي زي ايه؟ زي الروماتويد ارثرايتس والسيستمك لوبس والامثله اللي انتم عارفينها دي، او الديابيتس باللايتس او الجوت. دي الامراض اللي ممكن تعمل ايه؟ اللي ممكن تعمل ايزيدوسايكلايتس، تبقى العين سليمه لكن المرض السيستميك اللي في البودي سبب مشكله اللي هي الايزيدوسايكلايتس. رابع حاجه واخر حاجه هنا في الاسباب البرايمري، ان الايزيدوسايكلايتس تبقى بار اوف سندروم. الجديد عباره عن حاجه واحده، اقول لك مثلا واحد عنده ايزيدوسايكلايتس، واحد عنده كاتاركت، واحد عنده جلوكوما، لكن السندروم مجموعه من الامراض بتحصل دايما مع بعضها. ومش معنى كده زي ما الناس بتبقى فاهمه غلط انها بتحصل نتيجه بعض او لهم علاقه ببعض، لا. السندروم مجموعه حاجات انت تبص لها تلاقي ملهاش ادنى علاقه ببعض، لكن دايما بتحصل بالطريقه دي. زي السندروم مثلا المشهوره اللي اسمها مارفان سندروم، اللي ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده، اللي عنده مارفان سندروم ده عنده مشكله في عينه، بتبقى عدسه عينه مخدوعه فيها بالستيشن، وعنده مشكله مثلا في الاورطه الفال، وعنده مشكله في الجوينت في المفاصل بتاعته. ثلاث حاجات ملهاش ادنى علاقه ببعض، لكن لانهم دايما بيحصلوا مع بعض سميناها سندروم. السندروم اللي جزء منها ايريدوسايكلايتس هي اول حاجه عند سندروم اسمها بيستب سندروم. البيستب سندروم دي عيان عنده ايريدوسايكلايتس زائد اوروجينيتال انسر. ده الكلمه اللي عايزك تعرفها، يعني عيان عنده ايريدوسايكلايتس وزياده على ايريدوسايكلايتس عنده ايه؟ عنده ألتر في الماوس وفي الجينيتال اريا، اورو جينيتال ألتر. ده السندروم الاولاني. السندروم الثانيه هي السندروم اللي كنا قلناها زمان واحنا بنتكلم في البوليوزس في الاي لاشز زمان قوي طبعا، اللي هي البوكت كوياناكي هارازا سندروم. اللي هي طبعا ايه كان بيحصل فيها، ما دام قلناها هنا يبقى بيحصل فيها ايريدوسايكلايتس، والميلانين بيجمنت بيتشال من الاي لاشز فبيعمل المشكله اللي اسمها بوليوزس. وبرضه الميلانين بيجمنت بيتشال من السكن فبيعمل بقع في الجلد، ودي حاجه على فكره كومون قوي اكيد اي حد شافها. يعني مرضى كتير قوي حتى الناس اللي عندهم ديابيتس عادي بتلاقي يجي له بقعه كده مثلا في السكن تلاقيها لونها ابيض، اتشال منها الميلانين خالص، بقعه كده بقت بيضة خالص. ده اللي هي اسمها فيتيليجو. يبقى بنقول ببساطه في السندروم اللي هي اسمها بوكت كوياناجي هارازا، حتى وقتها قلت لكم لو ما افتكرتوش الاسامي قولوا هارازا، قولوا هارازا سندروم، بس المهم بوكت كوياناجي ده. ممكن اقول دي كي اتش وخلاص، قول دي كي اتش، انت مش شايفه مش هتعرف تقول دي كي اتش، اعرف هارازا بس على الاقل يعني. ماشي. السندروم دي فيها ايريدوسايكلايتس معايا يا جماعه؟ السندروم دي فيها ايريدوسايكلايتس وفيها الميلانين بيجمنت من السكن ومن اللازم فبيعمل بوليوزم وبيتيليجو. السندروم الثالثه الاخيره اللي اسمها هيتيروكروميك ايريدوسايكلايتس. هنا المريض عنده ايريدوسايكلايتس عاديه بس سميناها هيتيروكروميك. هيتيروكروميك ليه؟ هيتيرو طبعا يعني مختلف وكروميك يعني لون. المريض ده اللي عنده هيتيروكروميك ايريدوسايكلايتس بيجيله ايريدوسايكلايتس على ناحيه، تمام؟ ده
زي ما كنت بقول لك السندروم اللي قبل كده بتكسر الميلانين بيجمنت اللي في السكن واللابس، السندروم دي بتكسر الميلانين بيجمنت في الايرس. يبقى لما يجي له اتاك من الايريسوسايكلايتس لون الايرس في الناحيه دي يجرى له ايه؟ اللون يبقى افتح من اللون بتاع العين الثانيه، الميلانين بيجمنت بتكسر. تمام؟ فتلاقي اللون في العين دي بقى غير اللون في العين دي، عشان كده سموها هيتيروكروميك. يعني هيبقى لون عينين اثنين مش زي بعض. يبقى الهيتيروكرونيك اريستايكلايتس معاها اريستايكلايتس زائد ايرس دي بالمنديل. يبقى الكلام يا جماعه اللي مكتوب متنظم قدامنا ده الايتيولوجي بتاع اي حاله اريستايكلايتس يا برايمري يعني العين سليمه، يا اما سكندري لمشكله حصلت في العين اللي هي المثال بتاعها دلوقتي اللي بنسميها كورنيا الارض الاسباب البرايمري انفكشن بكل انواع المايكرو اورجانيزم. وقلنا ما تنساش التوكسو بلازمون اللي هو البروتوزوا. الانفكشن يدخل ازاي؟ اكسوجينوس او اندوجينوس. تاني حاجه الرجي، ده حاجه من ثلاثه، بكتيريا التوكسن او الحاجتين اللي الاميون سيستم ما بيشوفهمش لو شافهم. ثالث حاجه سكندري جنرال ديزيز. رابع حاجه جزء من سندروم. باي سندروم من الثلاثه دول العيان عنده اريتوسايكلايتس زائد الحاجه اللي مكتوبه دي. عايز اعرفها بس عشان لو قلت لك مع التر او مع بوليوزيس وريتيجنو او مع اير دي عندنا يا جماعه ان شاء الله يوم الحد، يوم الحد ما فيش دكتور يوم الحد مش حاجه. لو حد عاوز ان هو